السلام عليكم مشاهدينا الأكارم، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من الساعة الحرة. آخر المستجدات المحلية العربية الأقليمية والدولية ستكون محور هذه الحلقة مع ضيفنا الدكتور عبد القادر عزوز، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة حلب. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بكم دكتور. في البداية دعنا نتحدث عما صدر اليوم من قرار من رئيس الجمهورية العربية السورية مرسوم بمنح زيادات للمواطنين العاملين في الدولة وللمتقاعدين وللعسكريين أيضا، وأيضا شمل على ما أعتقد قطاع الخاص المشترك أو القطاع المشترك. نعم. بنسبة 75% تابعة إلى الدولة. نعم. و25% خاص، أيضا هذا نالوا بنفس الطريقة. نعم. الزيادة، يعني هذه الزيادة اليوم بكل تأكيد بكل تأكيد مثل ما بيقول المثل بحصة بتسند جرة. ولكن الكثير من المحللين الاقتصاديين اليوم يقولون لك يعني لو انه الدوله عملت وتدخلت بانزال الدولار كان افضل من هي الزياده، لانه الدولار غير مستقر، فالقيمه الشرائيه للليره السوريه غير مستقره، وبالتالي هذه الزياده هي يعني تخوف منها بعض الناس على اعتبار انه ايضا نحن مقبلين ربما على زياده في الدولار، ارتفاع الدولار مقارنه بالليره السوريه، يعني ربما السوق تكون الكساد فيها بشكل اكبر، الفقر يزداد، الكثير من الامور التي ربما يعني لديهم انتقاد حول هذه النقطه. ترى هذا الموضوع في البدايه؟ طبعا في البدايه اتوجه بالشكر لك ولقناتكم الكريمه على الاستضافه. طبعا اليوم صدور هذا المرسوم، في البداية أتوجه بالتحية والشكر للسيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية لإصدار هذا المرسوم، هذه المكرمة التي ينتظرها جميع المواطنين السوريين، والتي عبر فيها عن رعاية أبوية حقيقية ولها أكثر من دلالة. أولا تأتي في سياق أن السيد الرئيس بشار الأسد بتلمس مستمر مع كل الشغل الشاغل للواقع وللهم السياسي، لكنه ليس بعيدا أبدا عن الواقع المعيشي للمواطن، وبالتالي هذه الزيادة اليوم تأتي في ضمن إدراك السيد الرئيس بشار الأسد لما وصلت إليه أوضاع الناس والفجوة حقيقة ما بين مستوى الأسعار ومستوى والدخل. نعم. هذه الفجوة التي يمكن لهذه الزيادة مع وجود ضوابط، والأهم إضافة للضوابط القانونية الضوابط الأخلاقية عند أبناء شعبنا، وخاصة التجار الجملة ونصف الجملة والمفرق، في أن يكون هناك ضوابط أخلاقية في تعاطيهم مع هذه الزيادة، وأن لا تكون مبررا على الإطلاق لرفع الأسعار. يعني أعتقد أنه الأسعار أصبحت متخمة يعني. نعم. لكن ومع ذلك يتخوف البعض ويمتلك الحق في أن قد يكون هذا مبرر لضعاف النفوس، أن يكون هناك مبرر للزيادة إضافي. أنا أقول للجميع أن ارتفاع الأسعار في المرحلة الأخيرة حقيقة كما تفضلت كان متخما لدرجة أثقلت حقيقة واقع المواطن السوري، فتأتي هذه الزيادة لترمم، لا نريد أن تمتصها أيدي الطفيليين والمتلاعبين بالسوق. فيما يتعلق بدلالة أخرى حول تساؤل بعض. نعم. المحللين في موضوع الدولار، يجب أن يعلم الجميع أن الدولة لا يمكن على الإطلاق أن تسير في سباق محموم وهي تسعى لعملية تخفيض الدولار. نعم، المطلوب هو تثبيت سعره عند حد ما حد حقيقي يعبر عن انخفاض قيمة الإنتاج، الأصول الإنتاجية والأصول غير المالية الموجودة سواء أصول مالية أو غير مالية، وأن يقف عند هذا الحد، لكن أن لا يمكن على الإطلاق أن يكون اللحاق بالدولار أن يسبب نزيفا باحتياطي القطع الأجنبي في سوريا، لأن كما نعلم أن مبررات رفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، انخفاض سعر صرفها أمام الدولار، مبرراته في جزء منها تلاعب التجار، في جزء منها عدم وجود ضوابط حقيقية لعملية تمويل المستوردات التي يسيء استخدامها من قبل البعض من مولتهم الدولة فقام ببيعها وبيع هذا الدولار في السوق السوداء أو عبر بعض
فساد بعض شركات الصرافة، هذه العوامل إضافة للعامل النفسي، لأن كثير من شعبنا يربط عملية التسعير بالدولار، وهي ليست مرتبطة بشكل كامل أو هي متداخلة لهذا الأمر لعوامل. أولاً ليست جميع السلع الموجودة هي في عوامل إنتاجها، في عناصر إنتاجها هي سلع مستوردة، في جزء منها هي سلع محلية 100%، وبالتالي ما هو المبرر الحقيقي لرفع السعر إلا أن يكون هي عملية دومينو متسارعة تتعلق بتسارع ورفع أسعار جميع المواد عندما يحدث طفرة سعرية ما، هذا هو المبرر الحقيقي. أما أن يكون المبرر هو ارتفاع سعر الدولار هذا، وبالتالي عندما ينخفض سعر الدولار لم نلاحظ على الإطلاق أنه يكون هناك عملية انخفاض متوازية لأسعار السلع الموجودة في السوق. وبالتالي هذا مبرر واهي لدى البعض في جزء منه، نعم عندما تكون جزء من مدخلات العملية الإنتاجية مدخلات مستوردة، أما ليست هي جميع سلعنا الموجودة في سوريا على مستوى السلع الغذائية الأساسية هي مستوردة. إذن أين دور الحكومة في التدخل يعني للضغط على التجار إلى حد ما للتخفيف من هذه الأعباء؟ أقول لك بكل تأكيد وبصدق، يعني في الفترة السابقة تم سن عدد من التشريعات في الدولة التي حدت من دور تدخل الدولة وتقلصت في الاقتصاد إلى أن وصلت إلى نسبة 15% في الاقتصاد. اليوم مع ظل وجود هذه التشريعات التي كبلت دور الإدارة التنفيذية الفريق الاقتصادي في سرعة التدخل وفي فاعليته، اليوم تبحث الحكومة في عدد من إجراءات سواء عبر مؤسسات التدخل الإيجابي، مؤسسة الخزن والتسويق والاستهلاكية، أو من خلال منح المراقبين التموينيين منحهم صفة الضابطة العدلية، وأن تكون دور مثلاً مديرية حماية المستهلك أو هذه الجمعية هي في عملية تنظيم ضبوط وكأنها تأخذ صفة إحصائية، تنظيم عملية إحصائية، أن تكون بالفعل فاعلة وتمتلك كما قلت صفة الضابطة العدلية، بمعنى أن يتم اتخاذ إجراءات جزائية رادعة لمن يتلاعب بالأسعار أو لمن يتلاعب أو من خلال تفعيل دور هيئة المنافسة ومنع الاحتكار، وأن لا تبقى فقط مؤسسة عبر هيكل ما أن يكون لها دور حقيقي. يعني بالحقيقة كنا نسمع دائما بأنه منذ بداية الأزمة، منذ بداية العقوبات الأوروبية والأمريكية على وحتى من قبل الجامعة العربية على الدولة السورية، وكان يعني يتم الحديث عن بأن الدولة السورية ستتوجه إلى بدائل أخرى إلى الشرق بدلا من الغرب الذي طوال سنوات كنا نتعامل معه. اليوم عندما نتوجه إلى الشرق، يعني مؤخرا نسمع بتوقيع اتفاقيات مع إيران، مع الصين أو مع عدة دول، دول البريك مثلا، أنه في فكرة للتوجه إلى هذه الدول. مؤخرا تم توقيع اتفاقية منذ أيام قليلة مع إيران فيما يتعلق بالبضائع ويعني إلغاء الجمرك عنا وما إلى ذلك، تسهيل يعني إدخال بضائع معينة من إيران إلى سوريا. يعني دائما الحديث يكون موجود ولكن التنفيذ على الأرض لا نجد له أفق. لماذا دائما يعني الحكومة تكون في خضم يعني التوقيع وعندما يتم التنفيذ لا يرى المواطن شيء على أرض الواقع؟ لماذا يعني لماذا لو أنه فعلا تم نقل بضائع الإيرانية إلى الداخل السوري لكان يعني تم التدخل بالسوق السورية ولا تم انخفاض عدد من السلع التي يعني هي في ارتفاع مستمر؟ ما السبب؟ حقيقة الأمر في الإجراءات الحكومية خاصة في معاملاتها الخارجية، هذه يحكمها عدد من الضوابط. أولا وجود تشريع منظم أو اتفاقية بروتوكول تعاون ما بين كلا الدولتين سواء على المستوى الاقتصادي أو غيره. في الشق الاقتصادي في موضوع التعاملات والتبادلات الخارجية ما بين دولتين، إن كانت محكومة في إطار اتفاقيات ثنائية يعني كاتفاقية تجارة حرة مثلا ما بين سوريا وإيران أو سوريا والعراق، أو اتفاقية متعددة الأطراف أن تكون جزءا من منظومتها كمنظمة التجارة العالمية أو منظمة مثلا دول بريكس أو ألبا أو غيره، هذا الأمر هذا التفاعل يكون كما قلت لك عبر لجان تنسيق فنية في بداية الأمر تجتمع
لتفعل ولتضع الخطوط الأساسية، ثم بعد ذلك تأتي اللجان السياسية لتوقع على هذا الأمر. في التنفيذ تصطدم أحياناً بعض معوقات التنفيذ في جملة من الإجراءات، سواء على موضوع التمويل هذه العملية، من يعني التمويل المصرفي، دعينا نقول الاعتماد أو الائتمان المصرفي لتمويل هذه العملية التجارية يصطدم، خاصة مع وجود يعني عقوبات اقتصادية كما نعلم. أحياناً في هناك مشكلة في النقل، أحياناً هناك مشكلة في التأمين، أحياناً في مشكلة في موضوع الجمارك. كل هذه المعوقات قد يسأل البعض لماذا لا يتم تجاوزها دفعة واحدة. حقيقة الأمر هذا الأمر لا يمكن، لأنه في دولة مؤسسات محكومة بأنظمة وتشريعات وقرارات وتعليمات لا يمكن. يعني ولكن لكن أيضاً المطلوب مر أشهر طويلة، نعم، على هذا لكن الموضوع. لكن المطلوب حقيقة الأمر، المطلوب هو الإسراع، وأن لا يكون فقط يعني في جزء، أن لا تغلب على عملنا عمل اللجان، لأن أحياناً كثرة اللجان في هذه التفريعات تخلق تعقيدات لا يعني لا يمكن حقيقة الأمر ضبطها. في ظروف الأزمة، في ظروف الحرب، يجب اتخاذ قرارات استثنائية تتجاوز جميع التشريعات وجميع القرارات، وهذا ما نطالب به الحكومة، وهي لم تأل جهدا في هذا المجال، لكن نطالب في تعزيز دورها، في تعزيز مكانتها، في ضرورة الإسراع برأب هذا الصدع، رأب الصدع الذي شاب خاصة في المرحلة الأخيرة، من خلال جملة من الإجراءات الاستثنائية كما قلت، التي تتجاوز التشريع أو تتجاوز أحيانا ذهنية وعقلية الإدارة والبيروقراطية والروتين. يعني أيضا ما مدى من وجهة نظرك، يعني من يقول بأنه من راتبه اليوم 20,000، ما يعادل 20,000 ليرة سورية، هو يعني نتيجة ارتفاع القيمة الشرائية، هو يعادل اليوم 7,000 ليرة سورية، في بعض الأحيان أقل من ذلك في بعض السلع. نعم. في بعض السلع. إذا يعني كيف يمكن أن يسد رمق المواطن السوري، سواء الموظف أو حتى غير الموظف؟ يعني أنا كما قلت لك، الدور اليوم في الأزمة يجب أن يكون دورا تشاركيا بين جميع مكونات المجتمع. الحكومة نعم لها دور، ولكن أيضا على مستوى جماهير شعبنا، سواء كانت على مستوى التجار أو الصناعيين أو حتى على مستوى المستهلكين، وإعادة النظر بكثير من أنماط استهلاكنا. يعني هذا جزء، نحن اليوم في حرب، لا يمكن، وهو معروف أن الشعب السوري كان له أنماط استهلاك كان يحسد عليها. اليوم في ظروف الأزمة وفي ظروف الحرب قد نكون معنيين في إعادة النظر بجزء من أنماط استهلاكنا، ولكن هذا الأمر أيضا على الحكومة مسؤولية في أن يكون هناك محاسبة. اليوم في جزء كبير من رفع السعر، الأسعار، في عندما نقول أنه رفع السعر بشكل وهمي، نعم هذا حقيقة، لأن الأمر يتلاعب به أشخاص، يتلاعب به احتكار. يجب محاسبة المحتكر من قبل، يجب مراقبة تفعيل كما قلت دور هيئة المنافسة ومنع الاحتكار. في جزء كبير من رفع أسعار سلعنا يتعلق بهذا الأمر، إن تعلق جزء منه بعوامل موضوعية تتعلق بالنقل ومخاطره وما بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك، نعم في جزء، في جزئية هذا الأمر صحيح، لكن هذا ليس هو، لأن هذا الرفع، ارتفاع الأسعار لا ينعكس حقيقة على المنتج الأول الذي قام بالإنتاج. الذي يستفيد من رفع هذه الأسعار هي الحلقات الوسيطة، وبالتالي كسر احتكار هذه الحلقات لعمليتين، أولا في طرح المواد على السوق وفي تسعيرها أيضا. هي لا تنضبط ولا تتقيد، ولا يوجد لها أي ضوابط في عملية التسعير أو وضع هامش ربح، مع إقرارنا بضرورة وجود هامش ربح لها، لكن لا يكون بشكل مضاعف وأن تستغل ظروف الأزمة التي نمر بها. الآن نريد الانتقال للحديث عن مشاركة ما سموا أنفسهم أصدقاء سوريا، وهم أعداء سوريا، في مؤتمر الدوحة في هذا اليوم، صباح هذا اليوم انعقد مؤتمرهم هذا، وهو طبعا عنوانه العريض هو تسليح من سموها المعارضة المسلحة في الداخل السوري، ومعروف أنها جماعات إرهابية مسلحة ومرتزقة وقاعدة وجبهة النصرة ومن كل حدب وصوب. يعني
كل هذه المعطيات التي تعلمها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا على الرغم من دعواتهم لما سمي بالحل السياسي في مؤتمر جنيف 2 وتبنيهم للحل السياسي، إلا أنه مبرر الأساسي كان هو من أجل التوازن في القوى، من أجل عندما يذهبون إلى الطرفين إلى مؤتمر جنيف يكون هنا لديهم أوراق، والجهة الثانية لديها أوراق التي هي جهة الدولة، وجهة الجماعات الإرهابية لديها أوراق. إلى أي مدى كلام كيري كان دقيقا في هذا المؤتمر؟ طبعا اليوم اجتماعهم وحتى كلام كيري المتخبط ويشير إلى جملة من لم يأتي من فراغ، جاءت نتيجة جملة من المحددات الأساسية. المحدد الأول انتصارات جيشنا البطل الذي نوجه له التحية عبر قناتكم، انتصاراته التي أرعبت الممولين والداعمين ومن يقف، وبالتالي عندما تمت المسارحة إلى ضرورة لملمت ما تبقى لهم على الأرض من معارضة أو من طيف من المعارضة، يأتي في إساق التخوف من انفراط عقد هذه المعارضة، لأن الرسائل التي توالت من الداخل بأن المعارضة السورية مهددة حقيقة بانفراط عقدها، المعارضة المسلحة، القوى المسلحة جماعاتهم على الأرض. وبالتالي عندما تم الإقناع وتم الحديث جناح الصقور في الإدارة الأمريكية في إقناع أوباما في أن يتخذ هذا القرار، وهذا القرار أيضا هو محل تجاذب يعني في ضمن الإدارة الأمريكية، يعني رئيس أركان الجيش الأمريكي تيمسي في خلاف نشرته الصحف مع وزير الخارجية الأمريكي حول موضوع تسليح، وقال له كان جون كيري يؤيد نوع من شكل التدخل العسكري الجزئي، وكان يحذر تيمسي من خطورة هذا الأمر وبأن وزارة الخارجية الأمريكية لا تدرك أبعاد القيام بهذه خطوة في المنطقة. هذا التخبط ضمن الإدارة الأمريكية. أيضا فشل سياسة أوباما في إدارة الصراع السوري عبر عامي الأزمة في إدارته من وراء أبواب خلفية، لم تكن دائما الإدارة الأمريكية مرئية في هذا الصراع، اليوم اضطرت نتيجة تقهقر جماعاتها المسلحة أن تظهر إلى الواجهة، وبالتالي شهدنا نوع من التحرك سواء عبر التصريحات أو من الجولات أو من التحرك والتنسيق مع جماعات مسلحة مع دعم وعود بدعم لوجستي وحيوي وبأسلحة، كان عبارة عن تقدم الإدارة الأمريكية إلى الواجهة في إدارة وفي التدخل في الشأن السوري. هي لم تتوقف عنه لكنها اليوم كما أعلنتها صراحة. هذا التخبط جاء في ضمن هذا السياق. أمريكا اليوم حقيقة جل اهتمامها كما أوضحوا وكما أعلنوا بشكل سافر هو تحقيق شكل من أشكال التوازن. إذن هم حقيقة يعلنون أن هدفهم منذ بداية الحرب على سوريا هي إرغام وإركاع القيادة السياسية في سوريا إلى التنازل إلى طاولة المفاوضات، وجل عملهم خلال عامي الأزمة وأكثر من ذلك هو أن يتم إخضاع القيادة السياسية في سوريا إلى طاولة مفاوضات يكون فيها الطرفي بكفة متوازنة، وهذا ما أعلنه صراحة عندما قال نحن الآن لا نريد جنيف 2 في ظل اختلال عملية التوازن. إذن المسألة كلها هي عبارة عن عملية مغالبة وليست عملية مشاركة حقيقية في البحث عن حل سياسي في سوريا. وبالتالي اليوم حديث جون كيري وتقديمه لجملة من برات لا يمكن لأي مشاهد يتعاطى بالشأن السياسي عبر تعاطي خبري أن يقر أو أن يقتنع بجملة المبررات والمسوغات التي قدمها كيري لتسليح المعارضة في سوريا. أيضا يعني محمد بن جاسم قال بأننا اتفقنا على توازن على الأرض وتزويد المعارضة بما يؤمن ذلك. عندما تعلن كل هذه الدول بأنها تمد الجماعات الإرهابية بالسلاح وبالمسلحين والمرتزقة وبالمال، يعني هل بقي هناك من شك بعد هذا الإعلان الصريح من قبل كل هؤلاء بأن ما يحدث على سوريا هو مؤامرة حقيقية ليست دعما لشعب يريد فعلا خلاص
من نظام فاشي متسلط متجبر عليه؟ طبعا اليوم السلوك الدولي فيما قضية التسليح هو سلوك مفارق غريب. أولا مثلا دول الاتحاد الأوروبي لديه قرار مدونة قواعد سلوك في موضوع تجارة الأسلحة منذ العام 1998 وتم تجديده بال 2008، حظر توريد أي سلاح في مناطق فيها نزاعات مسلحة. طبعا للسبب لأن هم في قرارهم لأن هذا الأمر ينعكس سلبا على المدنيين. كذلك المجتمع الدولي القرار 1373 و 1267 ال 1373 في العام 2001 و 1276 في العام 1999 يتعلق بضرورة مكافحة الإرهاب، وهي ميزت قرار لمجلس الأمن الدولي وهي ميزت الأعمال الإرهابية، والتي هي أقرت جملة ما أقرت أن جبهة النصرة تندرج ضمن هذه المنظمات الإرهابية. وهناك كثير من التقارير التي تشير إلى أن جبهة النصرة هي التنظيم الأكثر وجودا وأكثر تنظيما، وحتى في موضوع كوادره على الأرض في سوريا. الجيش الحر حقيقة يعني ما يدعى بالجيش السوري الحر هي عبارة عن كتائب متبعثرة، وفي جزء كبير انتقل جزء كبير من أفرادها إلى جبهة النصرة، وذلك بسبب حسن التنظيم وحسن التمويل، يعني دفع مرتبات وغيره. هذا الأمر هم يعرفون جيدا أن دخول أسلحة نوعية إلى هؤلاء ستصل إلى يد جبهة النصرة قولا وكلنا يعلم جميعا حجم المعارك والاشتباكات الداخلية ضمن الفصيل الواحد التي يعني تمت. هل بات اليوم السوري يعلم تماما بأنه يعني كل هذه الدول وكل هذه القوى هي تريد شرا به؟ نحن كمدنيين ما ذنب المدني السوري إن كان فعلا من يسمون هؤلاء الجيش الحر يقاتلون الجيش العربي السوري؟ ما ذنب المدنيين الذين يسقطون في كل يوم نتيجة إما الاشتباكات وإما الأعمال الإرهابية بحق هؤلاء المدنيين في كثير من المناطق؟ طبعا أنا أقول لك وأريد أن حتى أن أطمئن مشاهدنا الكريم مشاهد قناتكم إلى أن قضية التسليح وما أثير حول اليوم هي ليست حتى يعلم الجميع هذا التهويل الإعلامي له، وكأنهم يريدون تصوير أن التدخل جاء في هذه المرحلة التاريخية هو كردة فعل، وعلى الإطلاق هذا الأمر ليس ضمن هذا السياق وليس ضمن هذه المقاربة. هم منذ بداية الأزمة في سوريا يسلحون، وإلا لما كان ما جرى قد جرى. لكن اليوم هذا التهويل في هذا الأمر هو لإشاعة نوع من الخوف ولرفع معنويات قواتهم المتهاوية. أنا أؤكد لجميع المدنيين نعم، هل زودوا أيضا بكثير من الأسلحة التي يتم الحديث عنها، الأسلحة الثقيلة التي يتم الحديث عنها اليوم بأنهم يريدون تزويدهم بها ويريدون تزويدهم بأسلحة لم يزودوهم بها من قبل، يعني وهي فتاكة وقادرة على قتل عدد كبير من المدنيين؟ طبعا اليوم عراب قضية موضوع تسليم الأسلحة في موضوع شرائها، لأنهم لا يستطيعون. اليوم الكونغرس الأمريكي معترض على قرار أوباما، اليوم لا يوجد هناك توافق. ليس فقط الكونغرس، أيوة. عموم الشعب الأمريكي هناك 67% 67% من الشعب الأمريكي في آخر استطلاعات للرأي يشير أنه لا يوافق على الإطلاق وما زال يزيد يكون هناك تدخل عسكري أو في عسكرة الصراع في سوريا. هذا الموقف أبدا. وبالتالي اليوم الحديث عراب كل هذا العمل، خاصة في موضوع التمويل وفي الأعمال المشبوهة، اليوم هي السعودية. اليوم قطر تضاءل دورها نتيجة دعم أمريكي، يعني الأمريكا هي من وجهت بضرورة أن تتصدر السعودية، واليوم تصدرت السعودية. كل التهويل الإعلامي الذي جرى في معركة القصير كان بسبب الإشراف السعودي المباشر على إدارة هذه العمليات، والتي جرى من خلالها تزويدهم بالفعل بأسلحة نوعية. يعني لا يتخوف الكثير من مشاهدنا من قضية الأسلحة النوعية، هناك أسلحة لا يمكن أن يسلموها لهم، ليس لدواع إنسانية، ليس محبة بالشعب السوري، ليس محبة بالمدنيين. هم في حقيقة الأمر يتخوفون، وهم أيضا يحسبون خط الرجعة خط العودة،
وبالتالي هم يتخوفون من أن تصل إلى ما تصل إليه هذه الأسلحة في المستقبل القريب. على أي حال قال ما سمي رئيس أركان الجيش الحر، قال بأنه نحن وقعنا معاهدات واتفاقيات على أن عندما يسقط النظام في سوريا سنعيد هذه الأسلحة، لأنه لا حاجة لنا بها. لا حاجة لهم بها، وكأنه العدو الأساسي الموجود بالنسبة لهؤلاء في المنطقة هو النظام السوري، بينما في علاقاتهم مع إسرائيل هم لا حاجة لهم بهذه الأسلحة. نعم. سيعيدونها إلى هم أصدقاء أتت. هم أصدقاء حقيقيين وأصدقاء مخلصين لإسرائيل، ليس لديهم مشكلة مع إسرائيل. هل هكذا هي أخلاقيات الشعب السوري؟ يعني من يصدق أن الشعب السوري لديه هذه الأخلاقيات التي يتحدثون بها بالعلن بهذه الطريقة يعني المعلنة والفاضحة؟ نعم. على أي حال سنتحدث دكتور بعد الفاصل عن الحلقة المفرغة. نعم. طالما أنهم يصعدون بهذه الطريقة، طالما أن حلفاء الدولة السورية ما زالوا يقفون إلى جانبها. نعم. روسيا، الصين، إيران. إيران قالت لن نتخلى عن الدولة السورية، لن نسمح بمثل هكذا إجراء أن يكون فاعلا على الأرض. إذن توازي. نعم. هذه الحلقة المفرغة التي يبحثون عنها. نعم. إلى أين ستصل؟ لكن بعد أن نتوقف مع فاصل. نعم. قصير مشاهدينا الأكارم، بعد الفاصل سنعود، ابقوا معنا. هنا الفيحاء، هنا الشهباء، هنا العروبة، هنا يمر دجلة والفرات في عاصمة الرشيد، هنا القاهرة من دمشق، هنا جنوب لبنان، هنا غزة، أرض تشبعت من دماء المقاومين. هنا يصهل التاريخ لمعارك الشرف، حيث ينتصب التراب والشجر بطول الجبال، هنا هامات الرجال تعالي ذرى الجولان، هنا بلد الرافدين تجلي محتلها، فيصرخ نصراً يوسف العظمة، ويسابق الأطرش في حنايا جبل العرب الأشم حكايات النصر والعروبة، فيحيا شعر القباني بدماء رضيعنا وصغيرنا، ليبدأ العد لصنع الرجال في مصانع البطولة، ليخلق الجيش الميامين. هنا تسمع قرع الكنائس في عناق الله أكبر، فترد السماء عليكم السلام يا أهل الشام أنتم الكرام. هنا تعانق الأديان الحضارة لتقرأ على الجبين تراتيل الشرف وحكايات الاستقلال، ومجدداً يكتب النصر لنا، لجيشنا، لأرضنا، لشعبنا، لنبضنا. تتنفس العروبة بعد طول خنق، وتبقى قبضة سيفنا ليدنا، ويشتد عزمنا، فأهل الحق لا يغلبون وهم الغالبون. سنعود إليك يا فلسطين، وسنقبل أرضك يا أقصانا، وسنعانق حجارة كنيسة القيامة، ولن ترحل عيوننا في الشوق، بل ستبقى في لقاء الأب لابنه. هكذا خلقنا رجالاً يوم لا رجال، وأصحاب حضارة يوم يعم الخراب. صوتنا واحد، عهدنا صادق، فعلنا واعد، دموعنا تحبسها الحرائر كرامة للأحرار. نحن من علمنا الزيتون ألا يخلع أوراقه، وغيرنا أسقط ورقة التوت. حطين منا، تشرين فينا، تموز لنا، هكذا نكتب التاريخ بحروف من دم، وتبقى الهامات فيبتسم صلاح الدين ليقول: لم يضع فعلي، فأحفادي باقون في عاصمة الأمويين، يرفعون بيارق النصر، وأرى نصري في عيونهم. رجال النصر سلاماً يا أهل سوريا، سلاماً يا أرض الشام.
لكم مجددا مشاهدينا الاكارم ايضا من جديد. اسمحوا لي ان ارحب بضيفي في هذه الحلقه دكتور عبد القادر عزوز الاستاذ العلاقات الدوليه في جامعه حلب. مرحبا بك مجددا. اهلا وسهلا بكم دكتور. كنا قبل الفاصل تحدثنا عن أنه هذه الحلقة المفرغة التي دائما سندور بها لن يكون هناك حل قريب على ما يبدو نتيجة الضغط من الجانب الأمريكي وحلفائه، وأيضا يعني صمود الجيش العربي السوري، وقوف الدول الصديقة إلى جانب سوريا، ويعني إصرارهم على منع هذه الدول من التدخل بشكل أو بآخر، يعني بشكل مباشر في الداخل السوري. يعني برأيك هذه الحلقة المفرغة إلى متى سنبقى ندور في فلكها؟ طبعا يعني قضية موضوع هذه الحلقة المفرغة، السيد الرئيس في آخر حديث له مع الصحيفة الألمانية أشار إلى أنه يعني أعطى رؤية حول المستقبل القريب. هو لم يشر إلى حجم تفاؤل كبير على المستوى القريب، خاصة فيما يتعلق في الجهود الدولية اللي هي بعدها الدولي، لأنه كما نعلم ويمكن لنا أن نستعيد جميعنا أن هذه الأزمة في شقها الدولي وفي مؤتمرها الدولي لمعالجة البعد الدولي، وليس لمعالجة قضايا داخلية محضة هي نتيجة بالنتيجة هي حوار سوري سوري. لكن كما قال السيد الرئيس، نحن عندما أيدنا مؤتمر جنيف 2 والذهاب إلى مؤتمر جنيف 2، نحن في حق الأمر نذهب من أجل إجراء تسوية دولية، مقاربة دولية، يتم توافق جميع أطراف المؤتمرين على ضرورة الحل السياسي. هذا التوافق يترجم من خلال وقف إمداد المال والسلاح. اليوم نجد أن هذا البعد الدولي في هذا الشق اليوم أرضيته غير مستكملة بشكل كامل. أولا لم يتم هناك توافق على أولا من هم المعارضة التي ستحضر، ما حجم شعبيتها، ما حجم تمثيلها، حتى على مستوى سعي البعض إلى توسيع تمثيل المجلس الثوري لما يسمى الجيش الحر في الائتلاف إلى أن بلغ 26. هذا المسعى الذي لعبت فيه دور السعودية كدور عراب مع ما يسمى قائد الجيش الحر، هذا التلاعب مع وجود تناقض لدى الإدارة الأمريكية في مسعاها، هي تؤكد على ضرورة الحل السياسي والسلمي، وبنفس الوقت هي تقدم أيضا وتدعم الجماعات المسلحة، وهي بالنتيجة لا يمكنها أن تفعل الشيئين معا، هذا الأمر يستحيل. هي أيضا لكنها ضمن سياسة مقاربة الواقع، ضمن سياسة يكون هناك على الواقع، هي تراهن أن يحدث هناك موائمات سياسية، وبالنتيجة أي مؤتمر تسوية الغرب لن يذهب إليه بفعل جدي حقيقي إلا عبر ما يستجد به الواقع. حتى فكرة المؤتمر لم يقبلها البعض عندما شاع آنذاك أن دمشق ستسقط بأيدي المعارضة المسلحة خلال أيام، عندما وجدوا أن هناك تغير وتقدم لجيشنا البطل ووضوح الرؤية لدى القيادة السياسية في سوريا، بدأ الحديث عن مؤتمر للتسوية. ونتيجة هذا الأمر يجب أن نفهم أنه في العلاقة في السياسة الذي يحكمها هو المصالح، وبالتالي هذه المصالح لها تكلفة لا يدفعها البعض إلا نتيجة تحقيق هذه المصلحة. فعندما تجد أمريكا أن من مصلحتها أن تبقى الأمور في سوريا مشتعلة وملتهبة وأن لا يوجد هناك مخرج، فهي ستبقى على هذا الأمر. لكنها وجدت أن هذا الاستعصاء السوري لفترة طويلة من الزمن كان له مضاعفات سلبية على من؟ وعلى أولاً على دول الجوار التي لعبت دور في التمويل وفي التسهيل اللوجستي وفي الإمداد. هذا الضرر هذا هو الذي من أجله سارعت الولايات المتحدة الأمريكية لضرورة أن تحدث، وليس لحق الدم السوري على الإطلاق. على الإطلاق ليس هذا، هي تريد أن يغرق السوريين في بحر من الدماء، لكن أن يبقى هذا البحر ضمن الحدود الإقليمية السورية. كما قلت لك هذا الاستعصاء لأنه لفترة طويلة من الزمن سبب
مشاكل في دول الجوار التي سارعت ووجدنا في الفترة الأخيرة الهستيريا الأردوغانية والهستيريا الأردنية في كثير من التخبط فيما تعلق في تداعيات هذا كما شبهه السيد الرئيس، هذا القوس المعماري الذي في رأسه الحجر السوري. عندما يسقط ينهار كل هذا القوس المعماري، وهذه هي سوريا في المنطقة. وعندما نتحدث اليوم عن كيف سيتم سد الحلقة الفارغة، هذه الحلقة الفارغة ستبقى بين ضمن تجاذب الرؤية الأمريكية في ممارسة السياسة الازدواجية، ثنائية الازدواج، سواء المساعي الدبلوماسية التي تعلن عنها مرارا والتي ستترجم في لقاء يوم الثلاثاء ما بين مبعوث روسي أمريكي مع الأخضر الإبراهيمي، وأيضا في مساعيها ودعمها كما اليوم تحدث جون كيري في مؤتمر ما يسمى أصدقاء الشعب. على أي حال هناك من قال يعني من المراقبين بأن هذا المؤتمر جاء على خلفية فشل قمة الثماني في إقناع روسيا بما يريدون أخذ الأمور إليها، أمور الأزمة السورية إليه. أيضا يعني السؤال الذي يطرح نفسه، الحوار إن صح التعبير تعرفوا أنه يعني لا يهم أن نعرف بعضنا في الحوار، لا يهم أن يعني نكون أنا وأنت على وفاق حتى أو نفس الرأي حتى يكون هناك حوار، المهم أن نريد لبعضنا الخير وبالتالي يتم الحوار. يعني في هذا الظرف الذي نعيشه الآن وفي هذه الاستعارة من قبل هذه الدول لتسليح هذه الجماعات الإرهابية في سوريا، كيف يمكن لها أن تكون تريد الخير؟ كيف يمكن أن تتحدث عن حوار وكيف يمكن أن تريد خير لهذا الشعب، خصوصا أنه أحدهم ينظر كحمد بن جاسم ويقول لن يكون في المرحلة الانتقالية وجود للرئيس بشار الأسد؟ يعني بكل تأكيد نحن نقول من هو حتى يقول هذا الكلام، الشعب السوري والذي يحدد ولكن بحقيقة الأمر وجوهر الأمر الذي يقف في وجه كل هؤلاء من الداخل السوري، إلى أي حد نحن نعتمد على الشعب السوري أنه وعى وفهم وأدرك ما يحدث حوله، سواء من الجماعات الإرهابية المسلحة، سواء من أهلهم وذويهم، البعض منهم الذين يعني مغرر بهم، وليس بعضهم مغرر بل هم مرتزقة من السوريين يتبعون إلى جبهة النصرة وغيرها من الميليشيات المسلحة في الداخل السوري، إلى أي حد نستطيع التعويل على هذا الشعب، على هذا الجيش، على هذه الدولة في بعدها وشقها السوري، السوري السوري. حضرتك تحدثت عن الشق البعد الدولي، ولكن في شقه السوري إلى أي حد نستطيع التعويل على هذا التماسك وإلى متى؟ طبعا أنا فيما يتعلق في القيادة السياسية في سوريا، نعم أستطيع أن أقول لك بكل صدق أن وضوح الرؤية لدى القيادة السياسية ليس بسوريا، القيادة فقط بل نعم وضوح الرؤية لدى القيادة السياسية بسوريا في مرحلة ما وإلى اليوم أنقذ البلد من كثير من أن ندخل في أتون حرب أهلية. أيضا وعي جزء كبير من أبناء شعبنا مع وضوح الرؤية في القيادة السياسية في سوريا هي التي حمت البلاد من الانزلاق للحرب الأهلية. اليوم ما يحدث في سوريا لم يعد حرب أهلية كما نسج له البعض وكما رسم له البعض في دوائر صنع القرار. الذي حدث في سوريا هو كان عبارة اليوم هو عبارة عن مواجهة لعصابات إرهابية مسلحة. لم يعد حتى في جزء كبير ممن كانوا يطالبون بمطالب اجتماعية أو اقتصادية أو حتى مطالب سياسية، عندما سارعت القيادة السياسية في سوريا ولم تسر كما سار أردوغان باتهام البعض بأنهم مؤامرة أو أنهم استهزأ بهم، القيادة السياسية في سوريا لم تستهزئ بالمحتجين على الإطلاق، هي سارعت بتلبية جزء كبير من المطالب الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية. فبالتالي عندما وجدت جزء كبير من كانوا في عملية الحراك من أبناء الطبقة الوسطى من المثقفين من شرائحهم، عندما وجدوا أن مطالبهم في جزء كبير منها تحقق انكفى، لكن كان لا يراد لأن يكون هذا الانكفاء، المشروع كان أكبر من ذلك، وبالتالي ظهرت بعد ذلك خلايا نائمة
بشكل فج وواضح. بالتالي ظهرت هذه الخلايا النائمة، وأنا أقول لك اليوم من يشارك في القتال في الأرض السورية ليس هم الطبقة المثقفة، وليس الطبقة الوسطى، وحتى ليست الطبقة الفقيرة، وليس من طالب، وليس من طالب. كثيرين انكفأوا واعتبروا أنهم لا يريدون، وليست هذه أسلوب ممارستهم لأسلوب المعارضة أو لأسلوب التغيير، التغيير عبر التطور وليس عبر الانقلاب على مؤسسات الدولة وتهديمها وتدميرها، هذا ليس مطلبهم. فوجد الكثير من الشرح. إذن من يقول أن اليوم شعبنا، نعم شعبنا نعول على وعيه، وكما قلت لك أثبتت الأزمة وعي هذا الشعب. اليوم تجدين حجم الشحن الطائفي المرعب وحجم التجييش، والله لو وقع على شعب ما لمزقه إربا إربا. لكن اليوم نجد مدى حجم وعي شعبنا لما يراد من هندسة فتنة، هي هندسة وليست عود ثقاب يلقى على حطب، يعني هي عبارة عن هندسة فتنة مشتغل عليها عبر صناعة قرار سيكولوجي واجتماعي يراد البلاد تمزيقها. اليوم هذه الازدواء، هذه المعادلة، هذه الثنائية ما بين القيادة والشعب، هي حقيقة الأمر. قال لهم أكثر من مرة السيد الرئيس، هل يستطيع جيش في العالم أن يقهر جميع الشعب؟ يعني لو لم يكن الجزء الغالب من الشعب يقف مع السيد الرئيس، هل هو البطل الخارق فوق العادة؟ لو لم يساعد الشعب الجيش العربي السوري في كثير من المناطق، هل استطاع نعم الدخول إليه؟ على الإطلاق. أنا أؤكد لك، يعني البعض من يريد تصوير أن العمليات، حتى العمليات العسكرية، لجان الدفاع الوطني، قوات الدفاع الوطني، من أين هي؟ جيشنا من أين؟ نحن ليس لدينا جيش مرتزقة، نحن ليس الجيش لدينا مؤسسة وطنية هي من أبناء الشعب ومن جميع أطيافه ليعلم الجميع. هذا التضافر، هذه الإنجازات، لو لم تكن نتيجة وعي وإيمان بعدالة قضيتنا، وأن ما يراد له ليس هناك من ركب موجة المطالب، ولكن لأن القيادة السياسية وعت ذلك ولبت الجزء الكبير من هذه المطالب، لكن لم يكن لديهم المبرر إلا الفوبيا هي النظام السياسي في سوريا. اليوم حتى فشل المعارضة في الخارج، ما يسمون معارضة الفنادق الخمس نجوم، فشلهم هو عدم وجود برنامج سياسي حتى للحكم، حتى في سوريا. اليوم كل برنامجهم مختزل في إسقاط النظام، بل والأكثر من إسقاط بشار الأسد. وهذا الأمر لن يكون على الإطلاق، لأن هذا الرئيس لم يأتي إلا عبر إرادة الشعب. واليوم أؤكد لك حتى في صناديق الاقتراع، اليوم هم لو كانوا يثقون بمدى صحة تمثيلهم على الأرض وصحة تمثيلهم الشعبي ووضوح برنامجهم وتقاطعه وتماهيه مع جزء كبير من مطالب شعبنا ومن رؤيته، لم يكن لديهم كان مشكلة في أن يكون شرطهم المسبق لحضور مؤتمر جنيف أن تنحي السيد الرئيس بشار الأسد، لكانوا جاءوا مع بعض، ليس ضمن منطق كما قلت التغالب، بل ضمن منطق المشاركة، في مشاركة في عملية حوار وطني تقضي إلى عملية سياسية وإلى مشروع اقتصادي واجتماعي لسوريا للجميع. نعم. وبالتالي اختزالها سواء من شخص أو كذا هو عبارة عن تقليص لما يراد لسوريا، سوريا الإقليم، سوريا الدولة الإقليمية، الدولة الفاعلة في المنطقة، سوريا الدور والوظيفة. أيضا إذا ما أردنا الانتقال الحديث عن ما يسمى ميليشيا الجيش الحر في حلب، تستغيث وتقول على لسان رئيس أركانا بأنه نريد تدخل مباشر، يعني هل الشعب السوري فعلا يريد تدخل مباشر إن كان في غالبيته كما يدعون هم أنهم يدافعون عن هذا الشعب في حلب تحديدا، يريدون ويقول لم يعد إرسال السلاح إلى الداخل السوري يفيد بشيء، قال إن لم تتغير الموازين على أرض المعركة فلن يكون هناك مؤتمر جنيف أو محادثات سلام، بمعنى يعني هو يهدد باسم ما تسمى المعارضة بأنهم لن يذهبوا إلى المؤتمر وبأنها ستكون إضاعة للوقت وليس لتقديم أي شيء من النظام السوري. يعني السؤال الذي يطرح نفسه، إذا كان أهل حلب فعلا هم يقفون وراء ما يسمى إدريس وجماعته مما سموا أنفسهم الجيش الحر، هل فعلا حلب تريد تدخل
خارجي ولا يكفي دخول السلاح إليها من قبل ما سمي أصدقاء سوريا؟ نعم، سؤالك يعني ذو شجون. أولا على الشق السياسي، في السياسة اليوم تمر المعارضة في أسوأ مراحلها على الإطلاق، سواء في تعرية مشروعها السياسي على المستوى المعارضة السياسية في الخارج، وعدم حتى التئام كاملها على رئاسة لهذا الائتلاف، وتخبطها وظهور ولائها وارتباطها كموظفين تنفيذيين للدول الداعمة عبر ما سرب حول لقاء السفير الفرنسي أو السفير الأمريكي، وشتمهم للبعض منهم وإجبارهم على الانصياع. هذا في موضوع تعرية الارتباط هؤلاء بالدول الممولة. على المستوى العسكري، الهزائم المتكررة، انتصارات جيشنا البطل، كشفت حجم وجودهم على الأرض لمن يدعون أنهم جيش سوري حر، وأنهم يشكلون كتائب وفرق وألوية وفيالق وأي تسمية تريدين، حتى هم مستعدين أن يعطوا رتب بالمجان لأي من يكون يريد. هذا التعري اليوم على المستوى العسكري هي التي أفصحت عن نفسها أنهم حتى على مستوى السلاح لن يستطيعوا مواجهة جيشنا البطل، حتى على مستوى السلاح هم بالتالي يختزلوا كل المعادلة، وبالتالي يبحثوا عن أقصر وأنجع الحلول في ضرورة أن تتدخل القوات العسكرية. وهذا الأمر لن يحدث على الإطلاق ليس نتيجة رغبتنا. نعم، هي رغبتنا حقيقية، ولكن لمعطيات الواقع ولمعطيات سورية سواء على المستوى العسكري واللوجستي وعلى المستوى السياسي. سوريا حجرها في المنطقة. اليوم أي عملية عسكرية بسوريا، كما صرح رئيس الأركان الجيش الأمريكي وكما تصرح قوات حلف الناتو، اليوم هذه العملية حجم تكاليفها العسكرية باهظة، رداتها وارتداداتها على المنطقة لم يعرفوا حتى الآن إلى أين تصل، إلى أي بقعة تقف عندها حدود الارتداد العملية العسكرية على سوريا. هذا كله تشكل مسبطات أي تفكير بعمل عسكري جدي على سوريا، وإلا لكان يعني وإلا لحدث منذ الأيام الأولى. اليوم ليبيا لم يدخروها، وكثير من الدول لم يدخروها في تدخلهم المباشر. سوريا لوجود مؤسسة وطنية شكلت حامل حقيقي بالتضافر مع أبناء شعبنا، بالتضافر لأنها من هذا الشعب كما قلت. أما فيما يتعلق في موقف أبناء حلب، أنا تحدثت على قناتكم وأريد أن أستعيد وأكرر من جديد، هذه المدينة بملايينها في بداية الأزمة لم يكن هناك دواعي لأي وجود حاجز نفسي، لو كان لديها دواعي لأن تعبر عن رفضها للنظام السياسي في سوريا، عن دور سوريا الوطني، الدور سوريا المقاومة. هذا موقف أبناء حلب عبرت عنه ملايين حلب التي خرجت في الساحات، والتي لم تكن لا بتوجيه حزبي ولا بتوجيه سياسي. خرجت النساء والأطفال للساحات بالزغاريد، بالهتاف للرئيس بشار الأسد وبحياته. هؤلاء لم يكن يجاملوا، لكن أنا أقول لك بكل صدق، نعم حلب وقعت باحتلال لم يكن له موجبات، لم تكن له عوامل داخلية على المستوى في حلب تسهم بإيقاعي بهذا الشكل. وقع باحتلال بين ليلة وضحاها، كان هناك بعض الجيوب النائمة، كان هناك حجم من دخل إلى حلب كغرباء، ومن شاهدوهم أهالي مدينة حلب، يعني ليس كما يتحدث فقط عنهم الإعلام فهم رددوا كلامهم، هم شاهدوا العناصر الغريبة بأشكالها وبلهجتها وبلغتها. هؤلاء كلهم مع عدم وجود حقيقة الأمر تدابير احترازية وقائية، كما تعلم أنه جرت خيانة من بعض رؤساء الأجهزة الأمنية في حلب، لم تكن هناك إشارات حقيقية إلى واقع الحال في حلب. سقطت هذه المدينة. رغم كل ذلك ورغم كل ما عانته حلب على كافة الأصعدة، على المستوى التضييق الاقتصادي والتدمير الممنهج والانتقام، عملية انتقام ممنهجة لهذه المدينة، حتى تاريخ هذه اللحظة،
حتى تاريخ هذه اللحظة. والله العظيم أؤكد لك أن أبناء مدينة حلب تتهلل عندما تسمع فقط أن الجيش العربي السوري سيأتي إلى منطقتهم أو أنه قادم إليهم. حتى وجود تشكيلة الكتائب البعثية المسلحة التي تم تشكيلها في حلب كانت كلها من أبناء مدينة حلب. حتى قوى الدفاع الوطني في حلب كلها من أبناء مدينة حلب. كلها أساساً كل الدفاع الوطني يعني هو في كل محافظة يتبع للمحافظة. بالتالي كلها يعني لأول مرة يتم بتشكيل بحلب كتائب بعثية مسلحة كلها كانت أبناء المدينة. هذا لتاريخ هذا اليوم، هذا موقف مدينة حلب وهذا هو خيارهم، وهم لم يتخلوا عنه ولن يتخلوا عنه. في حلب لا يوجد لا طائفية. ما هو تفسير إذا كنا نقول وكما يريد الآخرين إشاعة أن في سوريا كانتونات، أن في سوريا حرب طائفية؟ كيف يستطيع البعض تفسير أن عندما وقعت سوريا بهذا الاحتلال وبهذا التدمير أن تنزح العوائل أكملها إلى مدينة اللاذقية الكريمة؟ نزح أكثر من 2,000,000 من أبناء مدينة حلب وهم يعيشون الآن بين أهلهم في مدينة اللاذقية وطرطوس. أي طائفية يريدون تسويقها التي رفضها السوريون منذ العام 1920؟ أجدادنا رفضوها. وبالتالي هل يمكن اليوم القول أن هذا هو خيار مدينة حلب؟ أم أن هذا ما يروجون له جاء ضمن سياسة الترهيب؟ نحن نعلم جميعا حجم ما نالوه من علماء مدينة حلب، من صناعيها، من اقتصادينها، كلها في عملية ترهيب ممنهجة لأبناء هذه المدينة. واليوم ينتظر كل أبناء مدينة حلب، ينتظرون بفارغ الصبر ما وعدتهم به القيادة السياسية والقيادة العسكرية أن الخلاص قريب وأن الفرج قريب. هل فعلا الفرج قريب على محافظة حلب؟ نعم، يعني كل المؤشرات حتى جميع من نتصل معهم من أصدقاء من أهل في هذه المدينة يؤكدون أن هناك أحياء يختفي منها المسلحون خوفاً ورعباً وزعراً من قدوم الجيش، من سماعهم بأن زلزال الجيش العربي السوري قادم. هناك كثير أيضاً من الأحياء، مناطق في الأرياف وفي الأحياء المدينة في الأطراف، في مناطق نعم حقق الجيش العربي السوري عمليات نوعية. اليوم يمارس الجيش العربي السوري في مدينة حلب عملية نوعية تطهيرية، عملية جراحية بامتياز، لعملية استئصال لجيوب محددة بعينها. هو لا يريد حجم تكاليف، حجم ضحايا من المدنيين الأبرياء. من حرصه على مدينة حلب، من وفائه لهذه المدينة، الوفاء والحب المتبادل ما بين القيادة السياسية في سوريا وأبناء إن شاء الله ستعود حلب مجددا العاصمة الاقتصادية للدولة السورية قريبا إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر في ختام هذه الحلقة دكتور عبد القادر عزوز، وحضرتك أستاذ العلاقات الدولية جامعة حلب، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا بكم. ختام هذه الحلقة مشاهدينا من الساعة الحرة، بقي أن نترحم على أرواح شهداء سوريا مدنيين وعسكريين، ونتمنى دائما للجيش العربي السوري المقدام التوفيق في أداء مهماته على الأرض. السلام عليكم.